الفيديو ده هنتكلم عن موضوع بيمس حياتنا كلنا، وتقريبا مفيش حد فينا ما بيتعرضش بشكل يومي لنفس الموضوع، وهو الضغوط النفسية. في الفيديو ده هنعرف يعني ايه ضغوط نفسية، وهل الضغوط النفسية بتأثر على حياتي كفرد، وازاي اقدر اعالج نفسي من المشكلة دي. تابع معايا الفيديو للآخر هتستفيد. يلا بينا نصلي على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا تابعنا الأيام اللي فاتت مشكلة أحمد رفعت الله يرحمه، اللي كان ذكر انه اتعرض لضغوط نفسيه كانت سبب رئيسي ان عضله القلب تقف، واللي بعد كده ادت لوفاته. طيب ده معناه ان الضغوط النفسيه ممكن تؤدي الى الموت؟ الاجابه طبعا اه. طيب يا سيدي شكرا كفايه. طيب في البدايه لازم نعرف يعني ايه اصلا ضغط نفسي. الضغط النفسي هو حاله من التوتر النفسي والجسدي تنشا عندما يواجه الفرد متطلبات او تحديات تتجاوز قدراته او امكانياته. ده معناه إن الإنسان ممكن يتعرض لمشكلة، المشكلة دي ممكن تأثر عليه سواء بشكل نفسي أو بشكل جسدي. طيب السؤال هنا، الضغوط دي ممكن تيجي منين؟ الضغوط دي ممكن تيجي من الدراسة، الشغل، العلاقات الاجتماعية، المشاكل المالية، أو حتى الأحداث اليومية اللي أنت بتسمعها أو بتشوفها. كفر عليك! إيه الحلاوة دي؟ تعالى ناخد واحدة واحدة طيب بالتفصيل ونتكلم عنهم بالراحة. لو هنتكلم عن الشغل هنقول طبعا أول حاجة ضغط الشغل نفسه، إنك أنت بتقوم من النوم تنزل على شغلك، سواء بقى علاقتك مع زمايلك، علاقتك مع مديرك وهكذا. تاني حاجة طبعا ممكن تعمل عليك ضغط نفسي هي الحياة الشخصية، طبعا حياتك الأسرية، طبعا في البيت، مشاكل البيت، مشاكلك مع أسرتك، مشاكلك مع مراتك، مشاكلك مع أصحابك، كل ده حاجات ممكن تأثر عليك بشكل كبير جدا وتسبب عليك ضغط نفسي. تالت حاجة بقى يا سيدي هي ظروفك المالية. الفلوس، ودي أكتر حاجة بتعمل وش في دماغ أي حد، وكمان طبعا لو كان عليك ديون هتعمل معاك مشكلة كبيرة جدا وممكن تسبب ضغط كبير جدا جدا عليك. رابع حاجة طبعا ممكن تؤدي للضغوط النفسية وهي الحاجات الكبيرة اللي ممكن الإنسان ما يستحملهاش، زي مثلا لو هو يتصاب بمرض خطير أو مثلا يفقد حد عزيز عليه والعياذ بالله. طيب كده احنا عرفنا معظم الحاجات اللي بتسبب ضغوط نفسية، هل بقى أنا كإنسان بتأثر بكل الحاجات دي؟ طبعا الإجابة آه. الإنسان طبعا بيتأثر سواء بشكل جسدي أو بشكل عقلي. لو هنتكلم في البداية بشكل جسدي هقولك الإنسان ممكن يتصاب بأمراض القلب والضغط والسكر وضعف جهاز المناعة وحاجات كتير جدا ممكن تقضي على الإنسان فعليا. ولو هنتكلم بشكل عقلي هقولك إن الضغوط النفسية ممكن تأثر على الإنسان في صور كتير جدا زي الاكتئاب اللي هو أصلا ممكن يوصل الإنسان للإنتحار، الأرق اللي هو طبعا الإنسان ما يقدرش ينام، التوتر طبعا الدائم وهكذا. طيب جميل، كل الحاجات دي كويسة، أنا أقدر بقى أحمي نفسي إزاي من كم الضغوط اللي بتعرض ليها بشكل يومي؟ في البداية خالص طبعا لازم تتكلم مع حد يكون قريب ليك، حد موثوق منه، سواء بقى دكتور، سواء صاحبك، أي حد، المهم تطلع اللي جواك وتحاول ما تكتمش اللي جواك. تاني حاجة تحاول تمارس رياضة بشكل دائم عشان الرياضة أصلا بتجدد النشاط العام في الجسم وفي المخ، وده طبعا هيخلي حالتك الذهنية أحسن. تالت حاجة حاول تنظم وقتك وتوازن أمورك الصحية والبدنية. بس كده، سلام.